اليوم بصير رسام وبرسم لك انا صورة انسان عادي ما سق قلم ودفتر يملي كل سطورة ملامح وجهها كلها هم وحب قلم الدم فجأة تتحرك الصورة ونشوف البطل يبتسم يوم شوف الناس تحس بكلام المكتوب وصل للكبير والصغير قدر يدخل كل القلوب وصار له مستمعين مشجعين مؤيدين حسنهم ويا فت الشدة وقت اللين حبهم اكثر من نفسه حسهم يحسون باللي يحسه بس لما حسن كل واحد ما يحس الا بنفسه واستمرت الايام كون على خطوة يتحافظ عليها بكل احكام كان يساعدهم في كل شيء مع انه ما له من وراهم اي مردود انصدم يوم اكتشف انه ما لهم اي وجود كلهم اقنع عن خشت وراها طمح ورا شهرته مجرد ناس تطمع فنها تتعلم من خبرته شهرة شهر ومن شهرته عقب شهور سمعته خذوا اللي يبونه وهو ما خذ شارك حق وحدته ما قدموا المطلوب اشبههم بالغروب وقت اللي يحتاجهم يلقاهم كلهم في السباق للهروب واشبههم بالشروق فادوته وخفته دنيا وقت المصلحه كل من يرمي عليه جثته ما في اصحاب فرار ما يبيلها كلام عقاب لازم تدفع الاتعاب بدون فتثبتت بدون حراك ببدي في الرسمة الثانية عشان تكمل العراك نفس الشخصية تصرخ هم لا يحتمل في الخلفية برسم برق رمزي عبر عن الأمل وتبتدي تتحرك مرة ثانية تتابع المسير لكن بخطة ثبتة ما تتم هالمرة حق الغير تطوف كل المراكز تتخطى حتى النجوم تستغل كل فرصة كل ثغرة تلقاها تشن هجوم وتدوس على الذكرى اللي ينكرها تنكرة هجاها جان الثور اللي ما حد يقدر حكرة والفكرة اللي على البال يوم تصيح يوم تصيح من بيساعدها عشان تنشال فجأة في خفايا الدرب الصعب تلقى نور بعيد عن الرابرز بعيد عن الجمهور في منفذ من الوحدة في نهاية الطريق الأصحاب الصجيين هم اللي تركتهم في الفريق ما في أصحاب فرار ما يبيلها كلام عقاب لازم تدفع الأتعاب بدون وقفت ما قمت اسمع غير همسي وانا ارسم الرسمة الثالثة اكتشفت اني ارسم نفسي هذه رحلتي في هالمجال عرفت منها رجال لكنهم قليل والباقي حبوا دنجرة وانكرل لكني عزيت الكل والمهم اني وفيت المهم اني عطيت اكثر مما انا خذيت تعلمت الناتم من رفيجي وعرفه لو كان صالح مثل ما ذوق المي بلساني حلو كان ولا مالح نصيحة من اخو اكبر منك وواحد اخدم منك ليغرك اللي يحبك من الاغاني ما يحبك يحب صوتك يحب اسلوبك معجب بنك نم لكن شخصيا يختلف الرأي العقل والتفهيم وهالجملة تحت تحت خطن قبل لا تتندم لا تدي اللي عرفك قبل لنا بيخليك تتقدم يعرفك قبل لا تكون يعني كلش صافي النية والرسمة الثالثة هي عبارة عن هذه الاغنية